السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مقطع لأحد الأشعرية يريد أن ينتصر فيه لدينه. المشكلة أن كلامه يقتضي الحكم على الأشعرية وعلى شيخهم الرازي بالزندقة، ليس بكلامه. محمد بن شمس الدين لا يتكلم، ينقل فقط الأقوال كما سترون. هذا المقطع كان في مؤامرتهم، المؤتمر الذي عقده قديروف لنصرة الأشعرية والماتريدية. طيب، إذا ما تتبعنا في سلاسل الإسناد من أئمتنا إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، سلاسل الإسناد عندهم، إذا كنتم تقولون بأن هناك عقيدة للمتقدمين وعقيدة للمتأخرين، بيّنوا لنا أي في أي تاريخ بدأ الانحراف. والله لما ظهرتم بدأ الانحراف شيئا فشيئا، لكن سنبين. من أي عالم بدأ التغيير؟ يقول لك من أي عالم، سماهم علماء خلاص. مهم، أنا أضرب لكم مثال. الإمام فخر الدين الرازي، رازي الأشعرية، من شيخه؟ عمر بن الحسين ابن حسين بن الحسن الشافعي، المعروف بضياء الدين، هكذا مكتوب عنده بالورقة. أخذ العلم عن من؟ عن الإمام البغوي. أخذ الإمام البغوي عن الإمام الحسين بن محمد المروذي، أخذ هو عن أبي بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي، وهو أخذ عن الإمام أبي زيد محمد بن أحمد بن عبد الله المروزي، وهو أخذ عن شيخ الشافعية الإمام الكبير أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي، وهو عن شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي المتوفى سنة 306. ابن سريج، ركز لي فيه شوي. وهو عن الإمام شيخ الإسلام أبي القاسم عثمان بن سعيد الأنماطي، وهو عن الإمام إسماعيل بن يحيى المزني. ركز لي في هذا، إسماعيل بن يحيى المزني، لأننا سنأخذ المزني وابن سريج كمثال. تلميذ الشافعي، عن الشافعي، عن مالك إلى أعلى، أين بدأ؟ من هو من هؤلاء الذي يعني الذي هو مفصل عقيدته صحيحة والذي فوقه عقيدته مختلة؟ هو ذكر إسناد وصل قبل الشافعي مين؟ كان عندنا المزني. نسمع. وهو عن الإمام إسماعيل بن يحيى المزني تلميذ الشافعي، عن طيب إسماعيل بن يحيى المزني. بداية الإسناد كان الرازي، رازي الأشعرية. ننظر ما قاله رازي الأشعرية في كتابه المحصول في علم أصول الفقه في الصفحة في المجلد الأول، طبعا صفحة 312. يقول بعد أن ذكر كلاما، قال: وذلك يدل على مغايرة الإيمان لعمل الجوارح. إذن عمل الجوارح ليس إيمانا، الإيمان مغاير لعمل الجوارح. وينتصر لهذا القول وله أقوال أخرى، أنا أتيت بهذا النص ولا أظن أحدا منهم ينكر ذلك. هذا اعتقاد الإمام المزني رحمة الله عليه الذي ذكره تقريبا في أواخر الإسناد. قال: على عرشه في مجده بذاته وهو دان بعلمه من خلقه، يثبت أن الله على عرشه تبارك اسمه. الرازي ينكر ذلك. أنا نسيت سبحان الله أن آتي بموضع من كتب الرازي في نفيه لعلو الله سبحانه وتعالى، أجلتها لكن ذهب عن ذهني، لكن هو معروف عنه لا يحتاج. المهم، الآن هنا في موضع آخر يقول: والإيمان قول وعمل مع اعتقاد بالجنان. ما هو الإيمان؟ قول وعمل مع اعتقاد بالجنان، قول باللسان وعمل بالجوارح، وهما سيان ونظامان وقرنان لا نفرق بينهما. لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. يعني لا يصح العمل إذا كان الإنسان كافرا، ولا يصح الإيمان إلا بعمل. لا إيمان إلا بعمل. طيب، ورازي الأشعرية يقول مغايرة الإيمان لعمل الجوارح، المزني يقول الإيمان قول وعمل، عمل بالجوارح، لا إيمان إلا بعمل. مين اللي غير وبدل؟ مين اللي ضحك على الرازي بهذا المنهج الفاسد المخالف لمنهج المزني؟ الله أعلم. اخترعه هو هذا الرازي، رزى به الأشعرية؟ الله أعلم. لكن أنت عليك أن تبين لنا، أنت ذكرت المزني، تريد أن تتهم المزني بعقيدة ذلك الرجل المخالف له. هنا يقول: قريب بالإجابة عند سؤال، بعيد بالتعزز لا ينال، عال على عرشه بائن من خلقه. وهذه أيضا يخالفونها الأشعرية. الآن وين الطامة؟ هنا اعتقاد ابن سريج، وهو عن شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي المتوفى سنة 306. لنرى ابن سريج البغدادي المتوفى 306 ما اعتقاده.
هذا جزء في اعتقاده رحمة الله عليه. طبعا جبت المخطوط أنا. قال: حرام على العقول أن تمثله، وعلى الأوهام أن تحده، وعلى الظنون أن تقطع، وعلى الضمائر أن تعمو، وعلى النفوس أن تفكر، وعلى الأفكار أن تحيط، وعلى الألباب أن تصف إلا ما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال: يجب على المرء المسلم المؤمن الموقن الإيمان بكل واحد منه، يعني أو من الأخبار، كما ورد، وتسليم أمره إلى الله تعالى كما أمر، وأن السؤال عن معانيها بدعة، أن تسأل عن معاني الأخبار بدعة، والجواب عن السؤال كفر وزندقة. أن لا أقول أنني أوافقه، هذا كلام ابن سريج، لكن في آخر المتن سيقول ما يوافق أهل السنة تماما. لكن هنا يقول لك أن تسأل عن المعنى فهذا بدعة، وأن تجيب عنه كفر وزندقة. الآن إذا كان شيخكم الرازي أجاب عن معنى صفات الله تعالى فهذا منه كفر وزندقة، وهذا كلام ابن سريج، وسنعرض كلام الرازي. نكمل. قال: وذلك مثل قوله تعالى: هل ينظرون إلى أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله إلى آخره. قال: ونظائرها، يعني الآيات التي في معناها. طيب سننظر رازي الأشعري هل وقع في هذا الكفر والزندقة الذي تقول أن إسنادك يعني يصل إلى ابن سريج، فوصف ابن سريج شيئا بأنه كفر وزندقة، هو الإجابة عن معاني صفات الله. هل وقع الرازي بهذه الكفر والزندقة؟ سنرى. الرازي في تفسيره، رازي الأشعرية في تفسيره في الجزء 14 في الصفحة 120 في آخرها، يتكلم عن قوله: الذي خلق السماوات والأرض. قال: آية محكمة على أن قوله ثم استوى على العرش، كلام عن الاستواء، ثم استوى على العرش، من المتشابهات التي يجب تأويلها، خلافا لمن؟ لابن سريج، وقوعا بما وصفه ابن سريج بأنه زندقة، هو أوجب تأويلها. ابن سريج يقول: لا تتكلم عن المعنى، السؤال عن معنى بدعة، والجواب عنه كفر وزندقة، هو أوجب تأويلها هنا الرازي. طيب في المجلد الخامس من تفسيره صفحة 232 يقول: والوجه الثاني في تأويل أن يكون المراد هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أي أمر الله، تكلم عن المعنى، أجاب عن المعنى، وقع فيما قال عنه ابن سريج كفر وزندقة. قال: فالواجب يوجب ذلك، فالواجب صرفه إلى التأويل. ابن سريج ما قال الواجب صرفه إلى التأويل، هذا يقول ويجيبك عن المعنى. قوله: يأتيهم الله، أي يأتيهم أمر الله، أجاب عن المعنى، وابن سريج يقول أن السؤال بدعة والجواب عن السؤال كفر، وذلك مثل قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. هذه الآية إذا أجبت عن معناها فأنت كافر زنديق. الرازي أجاب عن معناها، فهو بحسب إسناده، الإسناد هذا تبع الذي قاله الأشعري، بحسب إسناده هو كافر زنديق، فالإسناد هذا يثبت زندقته ولا يثبت صحة معتقده. رأيت الطامة؟ نقرأ كذلك. هنا في المجلد 22 يقول في تفسير سورة طه صفحة 5 في تفسير قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، يقول هنا بعد أن تكلم بكلام كثير: وإذا كان لا معنى للاستواء في اللغة إلا الاستقرار والاستيلاء، وقد تعذر حمله على الاستقرار فوجب حمله على الاستيلاء. إذن هو يفسر استوى بمعنى استولى، كما فعل هشام الفوطي، نقل عنه أبو الحسن الأشعري أنه هو الذي قال استوى بمعنى استولى، وهذا مثل المعتزلة. بغض النظر، ابن سريج ماذا يرى عندما تقول الاستواء معناه الاستيلاء؟ ماذا يرى ابن سريج؟ يرى أن ذلك كفر وزندقة، السؤال عن معانيها بدعة، والجواب عن السؤال الكفر والزندقة. الرحمن على العرش استوى لا تجيب عن معناها، وإلا فأنت كافر زنديق عند ابن سريج اللي في الإسناد. مين اللي أضل الرازي؟ مو شغلتي. هل هو الذي أضل الناس وأضل نفسه؟ مو شغلتي، أنت تحدد لنا.
لكن أنت أعطيتنا إسناد في هذا الكلام، فأثبتت أن شيخك بحسب كلام ابن سريج ليس بكلامي كافر زنديق، وإذا كنت معه فأنت يقول عنك ابن سريج وعن أمثالك كفار زنادقة. أنا ما لي علاقة، أنا ناقل فقط. طيب، طبعا بالنسبة لابن سريج سمى هذه الآيات صفات، والأشاعرة يعني يقولون هي، كثير منهم يقول هي ليست صفات. ابن سريج يصحح حديث رأيت ربي في أحسن صورة، وحديث المعراج ببدنه صلى الله عليه وسلم ونفسه ونظره إلى الجنة والنار، إلى هذا الحد لا يخالف الأشعرية في ذلك، وبلوغه إلى العرش وفوق العرش إلى أن لم يكن بينه وبين الله إلا حجاب العزة، فصعوده فوق العرش دنو من الله سبحانه وتعالى، فلم يبقى بينه وبين الله إلا حجاب العزة. يثبت هذا ابن سريج، الأشعرية، الرازي، رازي الأشعرية وغيرهم ينفونه. وهذا كله عند ابن سريج صحيح، لأنه يقول وغير هذا مما صح، إذن هذا صحيح وغيره مما صح يجب الإيمان به. فإذن هو يصحح هذا ويصحح حديث لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، صححه طبعا أحمد وغيره. طيب، وإثبات الكلام بالحرف والصوت، إثبات الكلام بالحرف والصوت خلافا للأشعرية، وباللغات وبالكلمات وبالسور خلافا لمعتقد الأشعرية الضال في أن الله سبحانه وتعالى حاشاه، يعتقدون أنه أخرس لا يتكلم بحرف وصوت. ابن سريج يثبت ذلك، ثم قال يعني هذه وغيرها مما صح اعتقادنا فيه، وفي الآية المتشابهة في القرآن أن نقبلها ولا نردها ولا نتأولها بتأويل المخالفين ولا نحملها على تشبيه المشبهين. ثم قال حتى لا يظن ظان أنه على التفويض، أنه يفوض المعنى تماما، قال ونفسر الذي فسره النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون والآئمة المرضيون. إذن هو يرضى بتفسير التابعين، يرضى بتفسير استوائه سبحانه وتعالى أنه العلو كما ذكر البخاري نقلا عن أبي العالية، وأنه الارتفاع كذلك كما نقل البخاري عن مجاهد، يرضى إذن بتفسير التابعين لها، ليس فقط التابعين بل والآئمة، ونفسر الذي فسره النبي وأصحابه والتابعون والآئمة المرضيون من السلف المعروفين بالدين. الذي فسره السلف نفسره، والذي لم يفسره السلف نسكت، تفسيره تلاوته. هذا اعتقاد صحيح غير اعتقاد الأشعرية الذين يردون ما فسره السلف ويحرفون ما سكت عنه السلف الأشعرية. وأظن أن أشعريا حاول أن يكون ذكيا نوعا ما، فيقول لحظة ويقول ولا نتأولها بتأويل المخالفين، يقصد المعتزلة والجهمية، لكنه هنا قال ولا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والجهمية والملحدة. هؤلاء ماذا يفعل لهم ولتأويلاتهم ولتفسير الرازي ولكتبهم التي حوت الضلال هذا؟ شفت ديليت. هذا ابن سريج، بقى أنت بدك بين ابن سريج والرازي من الذي رزى الأشعرية، من الذي رزى معتقدات الرازي؟ هذا ما يهمني، أنت فكر فيه، أنت تأتيني بأناس يا رجل أعقل. طيب أعطيك فائدة قبل ما نغلق. ابن حجر شيخته أو شيختاه فاطمة وعائشة بنت عبد الهادي، فاطمة وعائشة بنت عبد الهادي شيخوهما أحمد بن أبي طالب أبو العباس، أبو العباس شيخه ابن اللتي، ابن اللتي شيخه عبد الأول ابن عيسى أبو الوقت. عبد الأول اللي هو راوي صحيح البخاري، تقريبا كل أسانيد أشهر أسانيد البخاري تمر من عندي، شيخه أبو إسماعيل الهروي. بهذا الإسناد ابن حجر قرأ ذم الكلام للهروي، قرأ كتاب ذم الكلام للهروي، في هذا الكتاب تكفير صريح للأشعرية، والقول بأن أبو الحسن، بأن أبو الحسن الأشعري زنديق في هذا الكتاب، مقالات الهروي. طبعا الهروي شيخه يحيى بن عمار اللي كان يكفرهم، والهروي مثله، ويحيى بن عمار ينقل عن ألف من ألف من أهل العلم أنهم يكفرونه. طيب، من المفترض أن ابن حجر على معتقد الهروي،
ما هذا إسناده؟ والهروي طبعا أسانيده معروفة موجودة في كتبه. الهروي من كبار أئمة الحديث، أسانيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة. فابن حجر لابد من أن يكون على معتقد الهروي. وعلى فكرة كمان ابن حجر شيخه أبو هريرة ابن الذهبي، والذهبي معروف أبو هريرة طبعا شيخه الذهبي، شيخه والده من مشايخه طبعا. فابن حجر لازم يكون موافق للذهبي، والذهبي في كتابه العلو سلخ الأشعرية سلخا ما رحمه. فمن المفترض أن ابن حجر يوافق الهروي، وإلا كان هناك ضلال، فبدك تعطينا مفصل الضلال هذا من هو؟ فهذه الطريقة ما أدري، أنت تخادع الناس أم تخادع نفسك أم تخادع الله سبحانه وتعالى وهو خادعكم. فهذا يعني ما نكتفي به، ويعني أعتذر على الإطالة. بارك الله فيكم، وهدى الله الأشعرية وغيرهم وهدانا إلى صراطه المستقيم. هذا والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرى كل ذي جهل يحدث نفسه بأني مصيب في المقال مجيد، وقد خاض فيما ليس يفهم ويحه، فبالجهل محضا يبتدي ويعيد.